يحيى شاب طموح مثابر من ولاية سيدي بلعباس، تحدى الإعاقة فتفوق بإرادته الحديدية وبعزمه الصلب استطاع أن يحقق لنفسه مشروعا خاصا بعد مرور 16 سنة على الحادثة التي تسببت في بتر يده. بلاتع ما يسهن عيال نخدم على روحي، ندير مصروف للدار، نعاون شيباني ما يخدمش، شيباني متقاعد ما يخدمش نعاونه. رغم إطلاقه لمشروعه الخاص، غير أن طموح يحيى يبقى منصب عمل دائم سيما بعد تخرجه من مراكز التكوين والتعليم المهنيين. عندي ديبلوم تي اي، انا عندي ديبلوم عون حفظ البيانات، الشهادة مؤقتة، غادي ندفع ليامات كاين سما كاش كونكور ولا ندفع ولا ربي ان شاء الله. هي قصة شاب لم تشكل له الإعاقة أي عائق في حياته، بل العكس اعتبرها تحديا وأملا في المضي قدما دون التفاته للماضي.